انتهت الفنانة غادة عبد الرازق من تصوير ربع أحداث فيلمها الجديد رؤية مع المخرج إبرام نشأت. الفيلم بتدور أحداثه في إطار تشويقي غامض بيحمل طابع خاص باستخدام تقنيات حديثة ومختلفة. الفيلم بيضم 13 نجم من الصف الأول، كان أولهم الفنانة غادة عبد الرازق بتجسد دور سيدة اسمها ليلى. الفيلم من تأليف إسلام بلال والإخراج لإبرام نشأت. تعالوا مع بعض نشوف البرومو ونرجع لكم مرة تانية. بعمل حاليا فيلم رؤية بطولة أستاذة غادة عبد الرازق وأستاذ نضال الشافعي، وابتدينا تصوير. صورنا بنصور متقطع عشان أوقات الممثلين. إن شاء الله الفيلم يعجبكم وهيبقى حاجة جديدة ومختلفة. صورت بالظبط حوالي أقل من ربع الفيلم. إن شاء الله الفترة اللي جاية، إحنا الفيلم عيد كبير فشغالين فيه براحتنا. معايا مدير التصوير الأستاذ نزار شاكر. بنصور بطيارات، عندنا طيارات، عندنا قطر بينفجر، عندنا قلبة عربيات، عندنا الفيلم مكلف جدا، وبنعمل حاجة جديدة ومختلفة إن شاء الله. إن شاء الله يعني شهادة ميلاد لي أنا إن شاء الله. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة. استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للخميس الساعة 8 مساء، وتنسوش تبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان أندر سكور الطبيعي أدريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر نادية دريم تي في. أشوفكم بكرة.